النمسا تشتري نظام الدفاع الصاروخي آيريس تي من ألمانيا. النمسا تعزز وجودها في إقليم كردستان العراق. محكمة الفساد تغلق التحقيق مع وزير مالية سيباستيان كورت. السجن المخفف لألمانيين انتحل صفة الشرطة النمساوية. وزيرة خارجية النمسا السابقة تنقل حصانين من مطار سوري محتل. وتسعون ألف شخص يغادرون الكنيسة النمساوية في عام. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. توصلت النمسا إلى اتفاق لشراء 8 وحدات إطلاق من نظام الدفاع الألماني آيريس تي بالتعاون مع ألمانيا. وتعمل النمسا على تطوير نظام الدرع الصاروخي الخاص بها في إطار مبادرة سكاي شيلد الأوروبية، ويشمل هذا النظام صواريخ جوية وأنظمة رادار وتوجيه قادرة على التعامل مع الصواريخ ذات المدى القصير والمتوسط. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استثمار بقيمة ملياري يورو في الدفاع الجوي البري حتى عام 2032، ومن المتوقع تسليم النظام الأول خلال عام واحد من توقيع الاتفاق مع الشركة المصنعة. استقبل رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، وتم خلال اللقاء مناقشة علاقات النمسا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. وأعرب شالنبرغ عن اهتمام بلاده بالاستثمار ودعم الاقتصاد في العراق وإقليم كردستان، حيث تم التأكيد على أهمية الحوار بين بغداد وأربيل لحل القضايا بناء على التواجد والشراكة والدستور. وأشار شالنبرغ إلى افتتاح سفارة النمسا في بغداد والعمل على تأسيس قنصلية في كردستان، فيما تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات التجارية والسياسية بين البلدين وزيادة التبادل التجاري. أعلنت إدارة الادعاء العام لمكافحة الفساد في النمسا إغلاق التحقيقات ضد وزير المالية السابق في حزب الشعب النمساوي كينيث بلوميل في قضية كاساج. وأشارت المحكمة إلى أن هذا القرار ينطبق أيضاً على متهمين آخرين اثنين لم يتم الكشف عن هويتهم، حيث كانوا متابعين بسبب اشتباههم في تلقي رشاوي. وتعود القضية إلى محادثة نصية حول طلب مسؤول لشركة القمار من بلوميل في عام 2017 لتخفيض الضرائب، ولم تثبت الأدلة تحديد تبرع محدد من الشركة للحزب بناء على ما وجدته المحكمة، حيث أظهرت التحقيقات عدم وجود أدلة كافية لدعوى جنائية. حكمت محكمة جراتس على شابين ألمانيين من أصول تركية بالسجن بعد إدانتهم بانتحال صفة الشرطة النمساوية. وأدين الرجلان بعد اتهامهما بسرقة سيدات مسنات في مدينة جراتس، وزعم أنهما جزء من شبكة إجرامية محترفة، حيث تلاعبا بالنساء باستخدام مكالمات هاتفية وهمية من تركيا وصور أنفسهما كشرطيين، حيث تم اعتقال أحدهما أثناء محاولته سحب الأموال. وأدين المتهمان بالسجن الأول لمدة عامين والثاني ل18 شهرا، وقد تم مراعاة فترة اعتقالهم السابقة في الحكم. ذكرت وكالات أنباء روسية أن كارين كنايسل وزيرة خارجية النمسا السابقة نقلت حصانين من سوريا إلى سانت بطرسبرغ باستخدام طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية. وتم نقل الحيوانين بواسطة طائرة عسكرية من قاعدة حميميم المحتلة من قبل روسيا في سوريا إلى سانت بطرسبرغ، وانتقد مدون عسكري روسي هذا النقل واعتبره غير مبرر، مشيرا إلى ضرورة التركيز على الأمور العسكرية
حيث تم استخدام طائرة EL-76 في عملية النقل التابعة للوحدة الجوية 224 التابعة لوزارة الدفاع الروسية، والتي تعرضت لعقوبات من الولايات المتحدة بسبب نشاطها الإجرامي في سوريا. سجلت النمسا ارتفاعا استثنائيا في أعداد المنسحبين من الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في 2022، حيث انسحب ما يصل إلى 91 ألف شخص. وبحسب الإحصائيات الرسمية، كان هناك أكثر من 4.7 مليون مسيحي كاثوليكي بنهاية العام، بانخفاض نسبته 1.9%، وبلغت إيرادات الكنيسة من الاشتراكات الكنسية حوالي 500 مليون يورو، وشهدت حالات التعميد والزواج زيادة طفيفة، وتمت إعادة أو قبول 4771 شخصا بالكنيسة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.